خلاص. الرئيس الأوكراني يؤكد ما تحدثنا عنه بأن الليلة الماضية كانت حسب وصفه الأكثر وحشية على بلاده. الرئيس الأوكراني في أول تصريح له اليوم يؤكد بأن الليلة الماضية كانت الأكثر وحشية على بلاده، وأكد بأن القوات الروسية قصفت البنى التحتية في البلاد. كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أنها دمرت 975 منشأة للبنى التحتية العسكرية في أوكرانيا.